فادي بس كلمة لأنه جينا عجوني على أساس رح تحكينا. إطلاق سراح الدكتور فادي الهاشم وذا إنسايدر بالعربي يحصل على أول تصريح من محامي. إلى حد ما هو دفاع مشروع. موجود تقريبا على مقربة من فيلا نانسي عجرم، التصوير ممنوع حتى خارج الفيلا وفي حراسة أمنية مشددة، كمان في سيارة تابعة للمباحث الجنائية. طلبنا من السيكوريتيز أنه نحن نصور، قالوا أنه نحترم الخصوصية. نانسي عجرم طلبت من الميديا أنه يحترموا خصوصيتها بس لليوم، وهي بحاجة أن تقضي هالوقت مع فادي ومع البنات. دكتور فادي هاشم وصل للبيت تقريبا نص ساعة وهو هلا موجود داخل المنزل.